التسليم. أكاديمية ناصر لعلوم التنس تحييكم. النهارده في اليوم الخامس مع اللعيبة اللي هم لسه ميني تنس، بنبدأ معاهم اليوم الخامس، بنعمل باك هاند فولي ونبدأ مع بعض. بس هناخد الأول قبل الباك هاند فولي، هنعمل باك هاند عادي، هنشوف الباك هاند العادي ثم نرجع للباك هاند فولي. شكرا. باك هاند، أوكي؟ يلا يا شباب. ريدي؟ ها. برافو. تو بول تو بول تو بول. يلا تاني كرة تانية. يلا يا جماعه بصوا الكوره، ها برافو، ها اللي بعده، ها على مهلك، هوبا اجمد شويه، جميل ما كلتيش ولا ايه؟ هوبا ها وش طب هديك الكوره بايدي، قربي عليها شويه، قربي شويه تاني. يلا يا جماعه عيني على الكوره السهله الجميله دي. باك هاند، رجلي اليمين فين؟ رجلي اليمين فين في الباك هاند تاني؟ يمين، رجلي اليمين تقرب، ايوه برافو عليك. يلا هوبا هايله. يلا محمد قرب عليها شويه، قرب يا محمد، ادي بوزيشن كل، قربي شويه سوا. يلا يا جميل ريدي، عينك على الكوره وفي ايدك بقى تاني، شيل كورتك، برافو عليك، هوبا قربي تاني يا جميل، لازم تطلعها، احاول هوبا ها هيا يا ولد، شكرا يا محمد. اللي بعده ها، يلا يا سيبا من عندك يا جميل، هوبا افرد ايدي، هوبا هايله يا سيبا تاني، ها بص للكوره افرد ايدي، ها تاني كوره تانية يا سيبا لو سمحت، ها بص للكوره السهله دي وشيلي، هايله يا سيبا. يلا يا قربي يا يوسف، سني عليا، ها بص للكوره وشيلي، ها برافو يا سيبتين، كمان كورة حلوة، ها شيل افرد ايدي قوي، ها اخلي المضرب يوصل لحد ابيض الشوردة تاني يا جميل، افرد ايدك على قد ما تقدر، هوبا ها برافو ها. اللي بقى قربي يا جوز شوية، ها يلا يا جميل، عينها على الكورة، خلي رجلي من قدام، هايلة هايلة قوي الكورة دي، جميلة قوي، هوبا شكرا.